السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي تماشواني عزيز. إن شاء الله زهات ما باطماني بشكل منطقة قرية ممشونة باجار وقندي كرمانجا. خدايت على نصيب كرش باطماني درباسي ديار بكر دبيم. زهات مسر تربة شيخ عبد الرحيم براي شيخ سعيد أفندي النافا بسملو باطماني دي الشهيد مجاهد في سبيل الله شيخ عبد الرحيم رحمة الله عليه برأي شيخ سعيد أفندي وبشتي شهادتا شيخ سعيد أفندي بدو صالة سي وحشتا ده لفري هاتية شهيد كرين بيقو من دبيجن كرمان جي زردوش وقتيقو أو هفاليخ وحفده هفاليخ والفري شخورة إسرحات دكين وانا إخباري دولتي دكن دولجي الفري تيبوار الشر دك حربي وجنجي دكن زورا وينابن بسبب يناكي آقر برددنا با زاد وعرداء وفا وفا قامش ومامشا وبشتي يناكي جد الفرد الشهيد كفن وان الفرد فنتكن إنساني ماشي جبوه يناكي الفري مزاد شكرنا سادة جمزيلي ويهي لهفالي واناكي تمام الفرد فنكرنا لجي وانا نبليه أو إنسان حفده حبكسن أو أنا جي زماني شيخ سعيد أفندي دب طالبي قيام بنا مجاهد بون وتجبر زا خداي تعالى هاتنا الفري ربيم شهادات نصيب وانكريا وآلي بنا شرف وعزت بالرياء خداي تعالى بمجادلة وخباتي قزنج كرنا رحمة خداي تعالى تفسر سر تمام الشهيد بالخاصة سر شيخ عبد الرحيم أفندي بنا.